أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: سمعت قولا مفاده أن عذاب القبر فقط يعرض على الميت، والعذاب الحقيقي هو يوم القيامة، وجزاكم الله خيرا. يعرض على، يؤتى للميت بنوع من عذاب يوم القيامة. عذاب القبر نوع من عذاب يوم القيامة وأنموذج منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وعظم لكم الأجر والمثوبة. نعم، انتهى الوقت. بسم الله.